بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذا هو الباب 22 من أبواب كتاب الطهارة في سنن الإمام الترمذي رضي الله عنه وأرضاه. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد من غير تاء، من كف واحد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عباس. قال أبو عيسى وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب، وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكر هذا الحرف، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله. وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث. وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ، وقال بعضهم تفريقهما أحب إلينا، وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا. هذا باب متعلق بكيفية المضمضة والاستنشاق. الباب الماضي كان متعلق بسنية وشرعية المضمضة والاستنشاق، وأنها شيء من الزينة والنظافة، وأن هذه النظافة جعلها الله عبادة ليجعل الله عز وجل زينة الخلق من العبادات، فيكون التزين عبادة. ما يقول لك تمضمض في الوضوء، الوضوء عبادة، إذن المضمضة عبادة. إذن كأن الله يريد أن يقول التنظف عبادات، التزين عبادات، وهذا إضفاء لشرعية التزين والتنظف والتطهر بأنها من العبادات. أن ما يعد بعض الناس من الرفاهية بأنها تضيع أوقات هي ليست تضيع أوقات، هذه عبادات. كل التلطفات الزينية التي تزين بها الإنسان هي من العبادات. في هذا الباب يقول المضمضة والاستنشاق من كف واحد، يريد أن يصف هيئة وطريقة المضمضة والاستنشاق، وهذا يبين كيف كان حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ملاحظة أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. إنهم كانوا يلاحظون أنه كيف يتمضمض، وأنه كان يأخذ غرفة واحدة لكل مضمضة، ولا كانت غرفة واحدة للمضمضات الثلاثة، ولا كانت غرفة واحدة لكل مضمضة وكل استنشاق. وبدأت الروايات تختلف في وصف النبي كيف كان هيئة تمضمضه واستنشاقه صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت بعض الروايات فيها أنه كان يتمضمض لكل مضمضة كف، فيغرف كفا شريفا فيجعله في فمه الشريف يتمضمض، ثم يمج ذلك الماء، وبعد ذلك يأخذ كف آخر شريف فيتمضمض ثم يمج هذا الماء، وهكذا الكف الثالث، فصارت ثلاث مضمضات للفم، كل مضمضة بكف بماء مستقل يسمونه في الفقه ماء جديدا، ثم يأخذ بعد ذلك للاستنشاق مثل هذه الثلاثة، كف للاستنشاق الأول ثم كف للاستنشاق الثاني بعد الاستنثار ثم كف للاستنشاق الثالث ثم استنثار، فصارت ثلاث مضمضات بثلاث أكف وثلاث استنشاقات بثلاث أكف، صار هنا ست أكف للمضمضة والاستنشاق. بعض أهل العلم يقول لا، المضمضة والاستنشاق بثلاثة أكف فقط. كيف بثلاث أكف؟ قال يأخذ كف فيتمضمض بنصفه ثم يستنشق بالنصف الآخر ويستنثر ويمج ما في فمه، هذا كف، ثم يأخذ كفا جديدا فيفعل مثل الأول، ثم كف ثالث يفعل مثل الثاني، فصارت ثلاث أكف لمضمضة واستنشاق بدل ستة أكف. البعض قال لا،
المضمضة والاستنشاق ليست هذه هيئتها، جاءت في الرواية بأنه تمضمض من كف واستنشق من كف. قالوا أي معناها أنه أخذ كفا للمضمضة فأخذ منه قليلا فتمضمض ثم مجه، ثم تمضمض ثم مجه، ثم تمضمض ثم مجه من كف واحد، ثم أخذ كفا آخر ماء جديدا واستنثر ببعضه، استنشق ببعضه واستنثر، ثم استنشق ببعض الآخر واستنثر، ثم استنشق ببعض الثالث واستنثر، فصار كفين، كف لمضمضة ثلاث مرات وكف للاستنشاق ثلاث مرات. هذه خلافات بين أهل العلم مبنية على روايات، البعض يقول نريد الترجيح، أي ذلك أرجح؟ كل ذلك راجح. لما؟ لأنه كله مروي، إنما الترجيح يكون عند التضاد، هذا مروي ولا غير مروي؟ لكن إذا كان كله مروي كيف ترجح؟ ليس هناك ترجيح، فيكون في الاستخدام في البعض. فقوله من كف واحد هذا الذي دار عليه هذا الباب في الخلاف بين أهل العلم في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل هو كان بستة أكف للمضمضة والاستنشاق أم كان بثلاثة أكف مضمضة معها استنشاق، أم كان بكفين، كف لثلاثة مضمضات وكف لثلاثة استنشاقات. وحصل خلاف طويل بين الفقهاء في تفسير الحديث. الإمام الشافعي يقول إن جمعهما في كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا. والإمام الترمذي يذكر أن بعض أهل العلم يقول أن المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ، يعني مضمضت وأبقيت قليلا فاستنشقت بهذا الكف في نفس الكف الواحد. بعض أهل العلم يرى أن حديث تمضمض واستنشق من كف واحد، كلمة كف واحد ليس معناها مثل الأحناف، لا يرون أن معناها أنه في نفس الكف، كلمة في كف واحد عندما تقرأها ماذا تفهم؟ تفهم كأنها أنه تمضمض ونفس الكف أبقى ماء قليلا فاستنشق. الأحناف قالوا لا، ليس هكذا معناه، بل معناه أنه من كف واحد، يعني أنه أخذ كفا واحدا للمضمضة ثم أخذ كفا آخر واحدا للاستنشاق. قالوا وعليه فيكون معناه محتمل، أي ليس ما فسره الأحناف، هم نفسهم يقولون ليس ما فسرناه به هو المعنى القطعي للحديث، وإنما هذا احتمال أرادوا به أن ينفوا المعنى القطعي الذي فسره به بعض أهل العلم الآخرون، من أن كفا واحدا يعني أن يكون للمضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. فقالوا إذن هذا محتمل. قال وحيث أنه محتمل فلا يكون هناك مفضول وأفضل في التفسير، أي بدم هذا محتمل وهذا محتمل، فلا يكون التفريق بين الفعلين أنك لو أخذت كفا للمضمضة ثم كفا للاستنشاق أن هذا أولى من أنك لو أخذت كفا للمضمضة والاستنشاق في آن واحد. هذا حديث واحد الآن أمامنا له تفسيرين احتمالين، عندما يقرأه البعض يخرج منه احتمال واحد، لكن الفقه هو معرفة عدة احتمالات للكلمة الواحدة وللجملة الواحدة، وهذا هو الذي ميز الفقهاء عن غيرهم. الاحتمال يجعل الإنسان لا يقطع بكلمة ولا يقطع برأي، يقول يحتمل، يحتمل لأنه يعلم أن الفقه مدركه واسع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرب حامل فقه، أي حامل حديث، أي حامل نص قرآن أو آية، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أي رب حافظ لنص فيه فقه لكن هذا الذي يحفظ لا يعرف الفقه، ربما يحمل هذا النص إلى من هو يفهم هذا النص. وعليه فنعلم من هذا أننا مهما قرأنا من نصوص فيها معاني ليس معناها أن هذا آخر المعاني، بل المعاني لا تنتهي، كلما قرأنا في أفهام الفقهاء تفسيرهم للنصوص وجدنا أفهاما أخرى. بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية رحمه الله كان يقول كنت أقرأ في تفسير الآية الواحدة 100 تفسير، 100 تفسير،
فلا أجد ما يشفي صدري، يعني لا أجد فيه معنى من التفسير يشفي صدري بعد أن قرأ 100 تفسير. فأقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، أي أن هناك مدارك ومفاهيم وفقه لا تنتهي. ولذلك القطع بالقول الواحد وحسم النزاع في الخلافات بالقول الواحد هذا من الجهل. تجد أن بعض الناس يقول لابد أن نرجح بين القولين، ولابد أن هناك قول حق وقول باطل. ليس هناك قضية قول حق وقول باطل في الفقه. الفقه يتعامل مع قضية الظنيات والاحتمالات، والاحتمالات يعني ليس هناك قطعيات. وما دام ليس هناك قطعيات فعلى الإنسان ألا يتجرأ في الحسم، يحسم يعني يمنع ويصادر على كل الاحتمالات. الحسم والقطع بالقول الواحد يدل على قلة الديانة وعلى قلة الأمانة. عندما تقول هذا هو القول الحق وأنت تعلم أن هذا قول محتمل وأن القول الآخر أيضا قول محتمل، وما دام محتمل كيف تقول أنه الحق يعني الذي غيره هو الضلال والباطل؟ هذا قول حق صحيح، لكن هذا هو القول الحق بالألف واللام، يعني ليس غيره بحق، أي أن غيره باطل. هذا هو قول حق، نعم، وكل الأقوال حق إذا كانت من أهل العلم المعتمدين فكل أقوالهم حق، أي كل أقوالهم محتملة لأن تصل إلى طريق الحق، وكل أقوال يتعبد بها. أما البدعة الجديدة المتعلقة بحسم النزاع في مسائل الخلاف وأن تأتي بالأدلة المتعاكسة للمسألة الواحدة فتراجح وترجح بين الأدلة وتمايز بينها وتقول هذا ضعيف وهذا صحيح وهذا حق وهذا باطل وهذا راجح وهذا مرجوح، هذا يدل على قلة الفقه. فإن مثلا هذا الحديث وهو توضأ من كف واحد، أي تمضمض واستنشق من كف واحد، قد تأتي لهذا النص وتقول أي تمضمض واستنشق من كف واحد يعني أخذ كفا فتمضمض من بعض الماء واستنشق بالبعض من كف واحدة، تفسر هذا الحديث وتقول الحديث واضح تمضمض واستنشق من كف واحد. فيأتيك من يقول تمضمض واستنشق من كف واحد يعني تمضمض بكف واحد واستنشق بكف واحد، يعني هناك إضمار في الكلام واختصار، واللغة تحتمل هذا الكلام. ثم لما نجد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا تمضمض لكل مضمضة كف واحد ولكل استنشاق كف واحد، تقول إذن فعلا الذين فسروا هذا الحديث بالواحد بأنه على 6 مرات كان عندهم احتمال وجيه وقول يعني ليس بباطل وليس ببعيد. وأن الذين قالوا لا كف واحد يعني يشمل 2 في المرة الواحدة، نقول أيضا هذا محتمل. طب كيف يكون هذا محتمل وهذا محتمل؟ يكون أن هذا فعل هذا النبي مرة وفعل النبي هذا مرة، فعل هذا لبيان الجواز وفعل هذا لبيان الجواز، أو فعل المضمضة والاستنشاق من كف واحدة عند قلة الماء مثلا، وفعل 6 مرات عند كثرة الماء مثلا، أو فعل المضمضة والاستنشاق عند إرادة السرعة. أنت عندما تغرف 6 مرات غير لما تغرف 3 مرات، هناك وقت، وعندما تناول يدك من أسفل إلى أعلى 6 مرات يأخذ وقت غير لما تناولها 3 مرات، فهذا يأخذ وقت، فممكن يحتمل أنه أراد السرعة وتوفير الوقت أو توفير الماء أو أي سبب آخر. فهذا اسمه التعدد، التعدد في أوجه تطبيق السنة لا يجوز فيه الحسم والترجيح بين الأقوال، إنما يرجح من قل فقهه ومن قل اطلاعه على أقوال أهل العلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكي عنه عبد الله بن زيد يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك 3، فعل ذلك 3. بعض الروايات جاءت ليس فيها 3، جاءت مضمض واستنشق من كف واحد. إذا وقفت عند كف واحد كان كل ما قلته فيما مضى يحتمل في تفسيره، أما إذا أضاف إليه كلمة 3 فمعنى ذلك أنه يريد أن يحدد المعنى المحتمل من هذه الاحتمالات، أي بأنه غرف 3 غرفات، غرف 3 غرفات للمضمضة والاستنشاق سوية. ويأتيك من يقول لا تمضمض واستنشق من كف واحد 3، 3 هذه تعود على المضمضة مرة
وتعود على الاستنشاق مرة فيكون أيضا محتملة، فيقرأ الحديث فكل ما تزيد عبارة يقول خلاص حسم النزاع بهذه الزيادة، ثم يتضح بعد ذلك أن النزاع لم يحسم وأن الاحتمال ما زال قائما. ولذلك ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل الفقه وأهل العلم هم الذين يستنبطون ويعرفون المحتمل ويعرفون القطع، ولذلك هم عندهم الشيء الذي ليس فيه خلاف الذي لا ينبغي أن نختلف فيه القطع، الذي لا يحتمل أي معنى أو وجه آخر في الفهم، أما الذي يحتمل فعندهم فيه الأوجه دائما مفتوحة رضي الله عنهم وأرضاهم. المضمضة والاستنشاق ثلاثا هذه من المستحبات، والمضمضة والاستنشاق مرتين من المستحبات، والمضمضة والاستنشاق مرة واحدة أيضا من المستحبات، فهي عددها وأصلها مستحب. أحيانا تقول مثلا غسل اليدين ثلاثا هذا من السنة، غسل اليدين مرة هذا من الفرائض الوضوء، فالمضمضة والاستنشاق ليس كذلك، المرة من المستحبات والثلاث من المستحبات، لأن أصل المضمضة والاستنشاق كله من المستحبات وليس من الواجبات وأركان الوضوء وفرائضه. أما غسل اليدين ومسح الرأس، غسل الوجه، غسل القدمين هذا من الأركان، فيكون أصله من الأركان وهو المرة، والزيادة على المرة من المستحبات. هذا الذي يفرق بين المضمضة والاستنشاق وبين غسل الأركان الأخرى في الثلاث والواحد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.